اليوم راح نتكلم عن الوقت، أغلى شيء يملكه الإنسان، اللي قاعدين نضيع فيه كثير ونعطي فيه ناس ما يستحقون كثير، وجالسين نمشي وراء أحلام نعرف أنها ما راح تتحقق ونخسر وقت كثير. لو كل واحد منا عرف أن أغلى شيء ممكن يملكه هو الوقت، كان تغير كثير في حياتنا. أذكركم برقم الاتصال اللي راح أسولف معكم من خلاله ونعرف وش في خواطركم عن الوقت: 011-268-4488. تقدرون تشوفونا من خلال التطبيق MBC Radios، وأيضا من خلال شاهد، وأيضا من خلال حسابنا في تويتر MBC FM. الوقت يا جماعة هو غالي جدا، وسبب أنه غالي أنه ما يعوض ولا يمكن يرجع. من وجد البشرية على كوكب الأرض كل شيء قدروا يسوونه إلا أنهم يرجعون ساعة واحدة وراء، دقيقة ثانية واحدة وراء، ما حد يقدر يرجع. فهو غالي عشان هذا السبب، وهو غالي بعد لأنه كل ما راحت دقيقة هي قاعدة تروح من عمرك، يعني فعليا قاعدة تنقص منك. ففي هذا الموضوع إن شاء الله راح نسولف، وأكيد لكم أنتم تجارب، أكيد في ناس ضيعوا من وقتهم كثير في علاقاتهم مع ناس ما يستحقون، أو في محاولات إثبات أشياء كثير، محاولات إثبات أني أنا إنسان كويس، محاولات أو سعي وراء أحلام مستحيلة لأنها ما راح تركب، مو مستحيلة لأنها صعبة. فكثير من وقتنا راح في مثل هذه الأشياء. اليوم راح أسولف معكم عن هذا الموضوع وندردش ونشوف وش في خواطركم. زين زين زين، طبعا في هاشتاج وش بخاطرك مع راجح 11، راح أقرأ تغريداتكم، وللأمانة دائما في كل حلقة يطلع الهاشتاج ترند، وتكون تغريداتكم مميزة جدا ومختصرة ومفيدة، والكل قاعد يستفيد منها. حتى أن بعد الحلقات أنا أرجع أشوف التغريدات، يعني كمية كلام جميل جدا يختصر الحلقة ويتكلم عن كل جوانب الموضوع، يعني بسم الله عليكم حلقة كاملة أنتم مسوينها في تويتر. فراح نسولف معكم اليوم ونقرأ تغريداتكم وناخذ اتصالاتكم عن الوقت. نطلع فاصل، وبعد الفاصل بنرجع لكم ومكملين معكم.